كده نركب تاني مع الجزء التاني من قاعدة ان سي اس تي حاجات الضرورة. دلوقتي هناخد الفرق بين كلمة ماست من هاف تو، لان ماست طبعا ليها استخدام كتير خالص في الانجليزي، احنا هنستغرب خالص من استخداماتها. انتوا عارفين الماست معناها لازم، بس دلوقتي هناخد اول حاجة فرق بين ماست وهاف من تو. دي اول حاجة عندي النهاردة، الفرق بين كلمة ماست وكلمة هاف تو او هاز تو. طبعا في فرق جامد بين ماست وهاف تو، هنلخصها في كلمتين كده. ان ماست دي حاجه اسمها الزام داخلي، دي الزام خارجي. يعني ايه الزام داخلي؟ يعني ايه الزام خارجي؟ انا بعتبرها كده، بس في ناس تقول لك بتستخدم في القاعده العامه والقاعده، انا بعتبرها كده عشان اسهل خالص. يعني الزام داخلي الحاجات اللي انا عايز اعملها او انا بعملها من نفسي، محدش بيجبرني عليها. زي ما اقول لك مثلا وي دونت هاف، ما عندناش اني شوجر، معندناش اي سكر. سو لذلك اي ماست، انا لازم باي اشتري كيلو، لازم اشتري كيلو من السكر. انا كده انا عايز اشتري، انا كراجل ملزم بالبيت بتاعي وانا عايز اعمل حاجه دي من نفسي، فانا مضطر انا عايز اعملها، انا اللي عايز محدش يقول لي عليها. زي اقول لك ايه وي ماست، احنا لازم هيلب نساعد اور بيرنتس. يعني ايه نساعد والدينا؟ انا عايز اعمل كده، ماست هيلب اور بيرنتس. معروف ان احنا كل واحد بيساعد ابوه وامه المفروض عليه ربنا يساعده، بس دي مش حاجه هو المفروض عليه غصب عنه، لا ده التزام انا عايز اعملها. لكن لو بص استخداماتها في زي الجمله دي مثلا، يقول لك ايه تو ترافل عشان تسافر، ابرود يعني ابرود في الخارج، ها يو هاف تو لازم جيت تحصل على باسبورت عشان تسافر بره، لازم اطلع الباسبورت بتاعي. يبقى انا مضطر غصب عني، غصب عني مش مزاج، لان لازم اطلع الباسبور من غيره مش هقدر اسافر، صح كده؟ هكملها من الصفر. يبقى عشان اسافر بره تو ترافل ابرود يو هاف تو جيت ا باسبورت، دي معناها انا مضطر اخد ايه؟ الجواز السفر بتاعي انا رايح. تو جيت عشان تحصل على ذس جود جوب، عشان تحصل على الوظيفه الحلوه دي. انت مضطر بقى يقول لك يو هاف، انت لازم تو جيت تحصل على ا جود كواليفيكيشن. يعني ايه؟ لازم تحصل على مؤهل كويس خالص، عشان لازم عشان تاخد الوظيفه دي غصب عنك مضطر تحصل على مؤهل كويس جدا، فانت مضطر تاخد المؤهل ده عشان تحصل الوظيفه دي، وده لازم خارجي. اعتبرها اي حاجه مفروض عليا من الدوله او من الحكومه او الشركه، هي طالعه ورق مستندات او كده، هستخدم فيها مين؟ هاف تو. لو انا حاجه عايز اعملها من نفسي محدش جبرني عليها، هستخدم مين؟ ماست. وده اول فرق بين ماست ومين؟ وهاف تو. رغم ان هما الاثنين هتبص في الجدول عندك في الجزء الاولاني هتلاقي ان هما الاثنين يساووا ايه بعض. رقم اثنين يقول تستخدم ماست في زمن المستقبل. ازاي يا مستر؟ انت لسه قايل ان بنستخدم حاجه اسمها ويل وهاف وتو. بستخدم ويل هاف تو، بس هي ما بقتش ويل هاف تو. زي كنا دي تومورو غدا، تومورو اي ممكن اقول ويل هاف تو هعمل كذا، دي في المستقبل صح؟ ما لقيتش انا بدور في الاختيارات وعايز اختار ويل هاف تو دي، ما لقيتهاش خالص، هعمل ايه؟ اروح اختار مكان مصر وتومورو غدا اهي، اي ماست مثلا جو تو كذا، لازم اعمل كذا. ماست دي داخل على زمن مين؟ المستقبل تومورو. طب هي ماست بس؟ لا، ماست وهاف تو كل بتوع المضارع هم بدور على زمن مين؟ المستقبل. يبقى ماست ممكن تدور على المستقبل، او ممكن ماست تدور على زمن مين؟ المستقبل. وهي اعتبرها ويل مين؟ او اعتبرها مين؟ ويل هاف تو. فاهم يا حبيبي؟ عشان مش تقول لي بعد كده انت قلت لنا ويل هاف تو بس، لان باللغه العربيه ما بتكونش اكون مضطر ان اعمل كذا بكره. فساكون مضطر، هي كلمه مين؟ ماست. وهم اللي بيستخدموا زمن مين؟ المستقبل. دي تاني استخدام كلمه مين؟ ماست. ثلاثه تستخدم ماست في الدعوه. يعني بستخدم ماست في الدعوه؟ لو عايز ادعي واحد يجي يحضر مناسبه عندي هقول له كده، بص كده اهو، يو ماست كم، انت لازم تيجي تو ماي بيرثدي. يعني انت لازم تيجي عيد ايه؟ الميلاد. انا بدعيك لازم تيجي عند نادي، هو ما تحضرش، ابعت الهديه وما تجيش، المهم ان انت لازم تيجي، مفيش حاجه اسمها ما تجيش. تاني يقول لك يو ماست ها فيزيت مي، لازم تزورني ان ماي سيتي، لازم تجي في المدينه بتاعتي وتزورني، دي برضه ماست فيزيت وماست هنا كم. انا كده بدعي واحد، بدعي لازم يجي عندي. دي رقم كام؟ ثلاثه. ايه تاني استخدمت ماست؟ رقم كام؟ اربعه. واللي تستخدم ماست في النصيحة
قريبه. اه في نصيحه قريبه اللي هي شادو مين وشادو، اقول لك شادو اعمل كذا فانت براحتك ممكن تعملها ممكن ايه ما تعملهاش. لان ولا كنا زي كده يو يقول لك اختار ماست ولا شود تيك ذس ميديسين، لازم تاخد الدواء ده اور والا يو ويل داي والا هتموت. دي ما فيهاش احتمالات، ما تقوليش بقى شويه نصيحه وانت براحتك بقى تشرب. لا يا حبيبي انت لازم تاخد الدواء عشان انت مضطر تاخده. هاخد من هنا هنا ماست، دي نصيحه قويه لازم تاخد دواء والا هتموت. يقول لك مثلا تاني ايه؟ يقول لك يو ماست او مثلا انت عادي جدا ماست برضه في النصيحه ما تشربش درينك ذيس ووتر الميه دي. ليه يا حبيبي؟ ليه ما شربهاش؟ قال لي اتس بويزنس. ايه اتس بويزنس؟ سامه مسموم. هقول له بقى شوف براحتك واشرب يا حبيبي اشرب عادي، لو عايز تشرب اشرب. لا طبعا. هقول له ايه؟ مثلا يعني مثلا ما تشربش الميه دي عشان دي نصيحه قويه ما فيهاش عقاب، بس دي اسمها نصيحه قويه. طب رقم خمسه تستخدم ماست في السؤال. اذا ممكن اسال كلمه ماست في اول جمله؟ اه ممكن. طب هو ايه معناها يعني كده؟ بيقول عند الغضب، عند الغضب والنقد. يعني ايه غضب والنقد؟ يعني عايز اطلب واحد او عايز انا متضايق منه. فهقول له مثلا ماست، هساله سؤال ماست يو وير، هو انت كنت لازم تلبس ذس مثلا ذات شيرت؟ انا كده بنتقدك يعني حبكت ما لقيتش القميص ده تلبسه. ماست يو وير لازم تلبس القميص الوحش ده، ده زباله ده منظر وحش عليك، يبقى انا كده بنتقدك صح؟ فاقول لك ايه؟ ماست يو ميك ذس ميستيك، يعني انت كان لازم تعمل الخطا ده، حبكت يعني الخطا تعمله ما يعني ما علقتش حاجه تعمل غير الحركه دي. في اسمها ماست يو، ماست يو يعني هل كان لازم عليك تعمل كذا؟ هل انت كنت مضطر تعمل الحاجه دي؟ فانا كده بلوم الشخص مين؟ اللي قدامي. بستخدم ماست فين كده؟ في السؤال، ودي عندك غضب ايه؟ والنقد. طيب رقم سته ايه هي؟ قال لي تستخدم ماست او هنقول تي جي تي دول تساوي ماست ومسنت. تساوي مين حضرتك؟ ماست ومسنت كانت او كان وكانت. ايه ده؟ يعني ممكن استخدم كان في الطباعه بتاعت المرور كده؟ اه ممكن. ازاي ولا دي؟ اقول بص تشيلدرن العيال تشيلدرن اندر 18 cannot drive cars، يعني العيال تحت 18 سنه ممنوع يسوقوا العربيات. هي مصر اعتبرها مصر كانت معناها ما لا يستطيع، لا يستطيع معناها ان انا ما اقدرش اعملها. هي اه ممنوع ممنوع. فلو لو ما لقيتش الجمله مثلا ايه قاعد نقول مثلا ما تلبسش حزام، ما تلبس ما تدخنش ما تعملش كذا، ما تعديش السرعه القصوى، دي قواعد ممكن تستخدم مصر. ما لقيتش مصر ممكن استخدم مين مكانها؟ كانت. ان كانت بتستخدم فين؟ مع قواعد مين؟ مع قواعد مين؟ المرور. طيب تمام. طب لو عايز اسال على هذا سؤال رقم سبعه عند السؤال على هاف نسال بايه؟ هاف تو، بنسال بحاجه اسمها دو وداز وديد. طبعا دو داز بتساوي مين؟ المضارع. وديد بتساوي مين؟ الماضي. ولو قال لي اختار هنا مثلا اختار ماست ولا هاف تو ولا ايه؟ هاف تو، مين فيهم اللي تنفع مع الاولى؟ مفيش غير واحده بس، مين هي؟ هتنفع مش هتنفع معاك غير كلمه مين عندي؟ ها هاف تو. طب يا مستر حتى لو في داز تاخد هاف تو؟ اه كله، عشان دول هم الثلاث فعل الفعل فين؟ في المصدر. ماست غلط، دي هاف تو هي اللي صح. طبعا دي لو هاز هي عشان انا نسيت اكتبها، هاز تو دي ما ناخدهاش. ليه؟ الهاز ما تنفعش عشان تو داز يجرى الفعل فين؟ في المصدر. فانا باخد هنا مين يا شباب؟ هاف تو زي ما سمعت. طب مين شاطر يقول لي بقى هناخد مين اللي هاف تو؟ في حاجه ثانيه. ممتاز، هناخد مين؟ نيد تو، صح كده؟ ليه؟ نيد اخدناها من شويه بس بتاعها دونت نيد ودازنت نيد، برضه نسال عليها ممكن عادي هي نسال عليها كلمه مين؟ ها؟ دو يو نيد تو؟ برضه لازم تاخد تو، اهي نيد تو هاف تو، نسال عليهم بدو داز ومين وديد، لكن ماست نسال بيها هي اهي زي ماست يو، ماست يو كذا ويدلنا على تغيير على غضب وايه تاني؟ لكن دي هنسال بيها عادي بدو داز وديد، ولو لقينا بدو داز وديد اختار هم الثلاثه دو او داز او ديد، هنختار معاهم كلمه مين هاف تو او مين نيد تو. طب يبقى خلصنا كام؟ سبعه، خلصنا ثمانيه. ايه هي؟ بيقول لي لاحظ هذا التعبير. لاحظ هذا التعبير، ايه التعبير؟ اللي هو فيرب تو بي وبعد كده تو زائد المصدر. وليه التعبير عن خطط او حاجات مستقبليه انا مضطر اعملها؟ بيقول لك ايه؟ هي از تو ليف ايرلي. في مشكله مع الناس مع فيرب تو بي ده من زمان خالص مش عارف ليه يعني. طب يقول لك عارف فيرب تو بي؟ اه عارفين فيرب تو بي. ايه فيرب تو بي ده؟
بيقابل مين ده؟ مين؟ فيربتو دي عارفه حرفه ايه انت؟ وزمتك عارفه؟ طب ايه هو فيربتو ايه ده؟ اللي هو ام ويزو ايه؟ واه والماضي منه ايه؟ وزو ايه؟ عادي جدا اللي هو معناه يكون فيربتو ايه؟ اللي هو ام وزو زي ده اس هي اس تو الفعل فين في الماضي؟ دي معناها ان هو هيغادر جدي دي معناها خطط مستقبليه ومضطر يعملها مضطر يغادر بدري النهارده تمام؟ تو ترافل عشان يسافر تو ترافل تمام؟ ممكن في الماضي اه ممكن في الماضي يقول لك هي ووز هي ووز تو فيل ان ذا فور يعني هي ووز تو فيل كان مضطر يبقى ذا فور ان فور الاستماره بتاعته عشان يخلصها دي الاستماره بتاعته كده فدي الحالات بتاعت مين؟ مصر وتاني بسرعه كده عشان ما ننساش حاجه احنا خدنا مصر وهاف تو الفرق بينهم ان مصر في الالتزام مين؟ الداخلي هاف تو وهاف تو في الالتزام مين؟ الخارجي تستخدم مصر في زمن مين؟ قلنا المستقبل زي زمن هاف تو بالظبط ما جتش ويل هاف تو ممكن استخدم معاك كلمه مين؟ مصر ممكن استخدم مصر في الدعوه ادعي واحد عادي يجي لي بيتي او يعمل اي حاجه استخدم معاك كلمه مصر هستخدم مصر برضه في النصيحه مين؟ القويه مصر ليه؟ لمصر واحد نصيحه مهمه جدا وممكن يحصل له ضرر منها لازم اقول له مصر تستخدم مصر في السؤال اسال بيها بس دي تعبير عن ايه؟ الغضب عند مين؟ النقد هطلب واحد واقول له ايه؟ مصر وكذا وبرضه تستخدم مصر كان وكانت في قواعد المرور ممنوع تعمل كذا هي هي كانت هي هي مين؟ مصر وبعد كده تسال على دو داز وديت بكلمه مين هاف تو دي لازم تاخد او نيد تو ما ينفعش تحط مصر مع دو او داز وديت هتجيلك في الاختيارات وبعد كده ممكن التعبير ده اللي هو مضطر يعمل كذا في فيرس وفيرب ايه تو بي اتمنى تكونوا برضه فهمتوا الجزء الثاني من حلقه النسيسيتي لسه طبعا هنكمل لسه قدامنا مشوار طويل في الدرس ده معلش انا عارف ان تعبتكم معايا شويه النهارده لكن افكركم تاني مره حالات الضروره كبيره جدا ومهمه جدا وده جزء منها خدنا الجزء الاول والجزء الثاني اذا عجبكم الفيديو اتمنى تكونوا برضه تعملوا سبسكرايب وتشاركوا القناه بتاعتنا ويا رب تكونوا فهمتوا اللي انا شرحته شكرا.